نصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. التعادل الايجابي حسم نتيجه مباراه المنتخب الاولمبي امام روسيا للمحليين في المواجهه الوديه اللي جمعت المنتخبين امبارح على استاد السويس، والمنتخبين هيتقابلوا مره ثانيه وديا يوم 11 من الشهر الجاري. منتخب مصر الأول اختتم تحضيراته لمواجهة إثيوبيا اللي هتقام النهاردة في ختام مرحلة التصفيات الإفريقية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وأجرى البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني تدريبات بدنية للمنتخب كان فيها تقسيمة بين اللاعبين، وخاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات منفردة مع لويس ستيفاس مدرب الحراس. وركز فيتوريا على التدريبات البدنية علشان يستعيد معظم اللعيبة لياقتهم. البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اتكلم عن مباراة إثيوبيا في ختام مرحلة التصفيات الإفريقية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وقال إن المنتخب حقق نتائج إيجابية جيدة جدا للمباريات اللي فاتت وبيسعى لختام مرحلة التصفيات بالفوز النهاردة على إثيوبيا. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن جدول مباريات المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2023-2024، بحيث هتنطلق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري في أول موسم للمسابقة. مارسيل كولر بيدرس مع معاوني منح إمام عاشور لاعب الفريق الجديد فرصة للمشاركة في بطولة السوبر الإفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد ما شارك بشكل جيد في جزء من ودية الفريق أمام ألوميني سلوفينيا. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على نظيره السكة الحديد بنتيجة 3-0، وده في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية. منتخب شابات كرة اليد فاز على نظيره مالي بنتيجة 64-15 في افتتاح مشواره بمنافسات البطولة الإفريقية واللي بتستضيفها تونس حتى 14 سبتمبر الجاري. الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة أنطونيو سبانيوس وافق على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردي 2025 في مصر، وتلقى اتحاد الكاراتيه بريد إلكتروني من نظيره الدولي بيخطره بالموافقة على إقامة البطولة في مصر. محمد عبد الموجود لاعب منتخب الوطني للجودو توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 66 كيلو في بطولة أفريقيا والمقامة حاليا في مدينة كازابلانكا في المغرب. كمان توج لاعب المنتخب الوطني للجودو يسري سامي بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كيلو ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا في المغرب.